السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي الطالب، سنقوم اليوم بحل تدريبات الكتابة في الصفحة 57 و58 بعد أن قمت بحل الواجب البيتي، وسنقوم بعرض الإجابات. تحدثنا سابقا عن الهمزة المتوسطة، وقلنا أننا يجب أن ننظر إلى حركة الهمزة المتوسطة عند كتابتها وحركة الحرف الذي يسبقها، ونكتب الهمزة المتوسطة حسب أقوى الحركتين. وقلنا أن الهمزة المتوسطة تكتب على السطر إذا كانت مفتوحة وسبقت بحرف مد ساكن مثل الواو أو الياء. وقلنا أيضا أن من الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة أنها إذا كانت مفتوحة تكتب على نبرة إذا كانت مفتوحة وسبقت بياء ساكنة مثل كلمة بيئة. والآن عزيزي الطالب، سنقوم بعرض الإجابات. التدريب الأول في الكتابة: املأ الفراغ بالشكل المناسب للهمزة مما بين القوسين أمام كل جملة، أي أننا علينا أن نملأ الفراغ بشكل الهمزة المتوسطة المناسب. ألف: لا تقترب من الأخطار فتؤذي نفسك، هنا تكتب الهمزة المتوسطة على الواو. ب: سقطت تفاحة على رأس نيوتن، هنا تكتب الهمزة المتوسطة على الألف. جيم: في البستان بركة مليئة بالماء، هنا تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة، وقلنا أنها من الحالات الشاذة للهمزة المتوسطة أنها إذا كانت مفتوحة وقبلها ياء ساكنة تكتب على نبرة. دال: تابع سائد المسرحية باهتمام، تكتب هنا الهمزة المتوسطة على نبرة. والآن ننتقل إلى التدريب الثاني. اكتب الهمزة المناسبة في الكلمة التي بين القوسين، ثم اكتب الكلمة في الفراغ في الجملة المقابلة، أي أنه علينا أن نملأ الفراغ بشكل الهمزة المتوسطة المناسب بين القوسين، وأن نعيد كتابة الكلمة في الفراغ. في الجملة الأولى: يزأر الأسد بقوة حين يغضب، تكتب الهمزة هنا على الألف. ب: عاش الشاعر لبيد بن ربيعة 150 عاما، هنا تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة. جيم: فازت البتراء بمسابقة عجائب الدنيا الجديدة، هنا تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة. والآن عزيزي الطالب، سنعرض الحل للتدريب الثالث في الكتابة في الصفحة 58. والسؤال الثالث: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما بين القوسين فيما يأتي: الاستئذان، فأذن، لأحد، الرجل، المرأة، جاء، اخرج، ادخل. ونبدأ بالحل. في الفراغ الأول: جاء رجل من بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الجالسين عنده: أخرج إلى هذا فعلمه. وفي الفراغ الخامس: الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فسمعه. في الفراغ السادس: الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ وفي الفراغ السابع: فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. والآن ننتقل إلى حل تدريبات التعبير. اكتب ثلاثة أحداث من قصة الحمامة المطوقة كما في المثال. مثال: علقت الحمامة المطوقة وصاحباتها في الشبكة. الإجابة الأولى: وثبت الحمامات وثبة واحدة فقلعن الشبكة. والإجابة الثانية: رأت الحمامة الصياد يتبعهن. والإجابة الثالثة:
أخذ الجرذ في قرد الشبكة حتى فرغ منها. والتدريب الثاني: املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. علينا أن نقوم بملء الفراغات باختيار كلمة مناسبة مما بين القوسين: يرجع، أولادك، يكبر، يشفى. سئلت أم: من أحب أولادك إليك؟ فقالت: مريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يرجع، وصغيرهم حتى يكبر. عليك أن تقوم عزيزي الطالب بتدوين هذه الإجابات في الكتاب. شكرا لحسن استماعكم، وإلى اللقاء.